الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسول. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى في هذا اليوم بدراسة متن الأصول الثلاثة، لكن قبل الدراسة نريد أن نعرف أمور. منها لو سأل سائل وقال لماذا اخترنا دراسة التوحيد، لو قال لك قائل لماذا ندرس التوحيد، لماذا لا ندرس مثلا الفقه أو أصول الفقه أو النحو أو الفرائض أو مثلا اللغة الإنجليزية أو فن علم الكمبيوتر وكذا، لو قال لك قائل لماذا اخترنا دراسة التوحيد، بماذا تجيب هذا السؤال؟ لماذا ندرس التوحيد؟ ندرس التوحيد لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. بعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل لماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة، أي في كل طائفة، رسولا. ما هذا البعث؟ أن يعبدوا الله، أي وحدوا الله. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد، ولا يدخل الجنة إلا موحد. استقرار الأمن والهداية والطمأنينة وحلاوة الإيمان والسبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. بل نحن بحاجة للتوحيد أكثر من حاجتنا للطعام والشراب. أنت بحاجة للتوحيد في الدنيا، وأنت بحاجة للتوحيد في القبر، وأنت بحاجة للتوحيد في الآخر. والسبب لشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يأتي ويقول لماذا ندرس التوحيد ولماذا كانت هذه الدورة في التوحيد، نقول له تعال، خلقك الله سبحانه وتعالى وأوجدك في هذه الدنيا حتى تكون موحد، لابد يقول نعم هذا الكلام صحيح. وأعلمك الله سبحانه وتعالى أنه لا يقبل أي عمل إلا بالتوحيد، يقول نعم هذا صحيح. ولا يدخل الجنة إلا موحد، يقول نعم هذا الكلام صحيح. نقول طيب هل أنت موحد؟ يقول نعم أنا موحد. نسأل ما هذا التوحيد الذي أوجب الله سبحانه وتعالى عليك؟ فإذا شرح التوحيد بما نعرف وبما جاء عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فمعناه أنه موحد. وإن لم يعرف التوحيد، نقول شهادتك أنك موحد شهادة زور. وكيف يعلمك الله سبحانه وتعالى أن التوحيد أوجب الواجبات، بل أول الواجبات، وأنت لا تعرفه، فأنت مفرط في أمر الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا نسأل هذا الذي يقول لماذا اخترنا دراسة التوحيد ولماذا كانت هذه الدورة مثلا في التوحيد، نقول حرم الله سبحانه وتعالى عليك الشرك أعظم من تحريم الزنا والربا، وأعظم من كل محرم. وأعلمك الله سبحانه وتعالى أن صاحب الشرك الأكبر إذا مات عليه فهو، نسأل الله السلام العافية، مخلد خلود أبدي في النار. يقول نعم هذا الكلام أعرفه. هل أنت مشرك؟ يقول لا أنا لست مشرك. قل طيب اشرح لنا هذا الشرك الذي حرم الله عليك. فإذا شرحوا بما نعرف، فمعناه أنه ليس مشرك. وإن لم يعرف، نقول لعلك واقع في شيء من الشرك وأنت لا تدري عنه. إذن أهم ما عليك معرفة التوحيد. فلو قال لك هذا، الحمد لله أنا اقتنعت الآن ولابد أن ندرس التوحيد. لماذا؟ السؤال الثاني، لماذا اخترنا دراسة متن الأصول الثلاثة؟ كتب كثيرة ألفت في التوحيد، لماذا ندرس هذا المتن، متن الأصول الثلاثة؟ لماذا لا ندرس كتاب التوحيد أو غير هذا من الكتب؟ كتب كثيرة مؤلفة التوحيد. لماذا اخترنا دراسة هذا المتن، أي متن الأصول الثلاث؟ هذا هو السؤال الثاني. نقول لأننا طلاب، والطالب لابد أن يرجع للعلماء في دراسة الكتب، ولا نستطيع أن نبتدع طريقة جديدة في طلبنا العلم، نسير على ما شرع عليه العلماء. سألنا العلماء أي علم نبدأ؟ قال علم التوحيد.
أي كتاب؟ قالوا متن الأصول الثلاثة. مفهوم؟ إذن هذا هو السؤال الثاني. السؤال الثالث، لو قال لك قائل ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ الأصول الثلاثة باختصار أسئلة القبر والحمد لله. الأصول الثلاثة باختصار أسئلة القبر. السؤال الرابع، قال لك هذا، أريد جائزة، أن تعطيني جائزة حتى أحضر هذه الدورة وحتى أدرس متن أصول الثلاثة. ما هي الجائزة أو ما هي الثمرة التي أجنيها من دراستي للأصول الثلاثة؟ نقول الثمرة أن الإنسان إذا تعلم الأصول الثلاثة أولا، ثم عمل بها ثانيا، ثم دعا إليها ثالثا، ثم صبر أولا على العلم، وثانيا عمل، وثالثا على الدعوة، صنع هذا في الدنيا بإذن الله يجيب عن أسئلة القبر. هل تكفي هذه الثمرة؟ نعم تكفي وزيادة. مفهوم؟ إذن عندنا 4 أسئلة قبل البدء في الدراسة، لأن هناك من يحارب هذه الطريقة ويقول لا، التوحيد عرفناه ولا داعي لأن ندرس التوحيد، وتسأل هذا عن التوحيد لا يدري عنه شيء. فلا بد أن نعرف هذه الأسئلة 4: لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس مثلا الأصول الثلاثة؟ ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ ما هي الثمرة التي نجنيها من دراستنا الأصول الثلاثة؟ مفهوم؟ طيب، يبقى معنا السؤال الخامس. عند الدراسة تقدم معنا، أي كتاب تقتنيه تنظر أقل ما يكون هذا الكتاب إلى المقدمة والفهرس. فلو قال لك قائل أريد أن تلخص لي هذا المتن أو تفهرس لي هذا المتن، أي متن الأصول الثلاثة، نقول هذا المتن إذا أردنا فهرسة هذا المتن نقسم هذا المتن إلى 5 أقسام. كم قسم؟ 5. القسم الأول المسائل 4، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن المسائل 4 خلاصتها في سورة العصر: علم وعمل ودعوة وصبر، وهذا هو جهاد النفس على ما سيأتي معنا. الثاني المسائل 3، ولا بد أن تفرق بين الأصول 3 والمسائل 3، ويأتي معنا إذا القسم الثاني المسائل 3 وهي غير الأصول 3. القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ وأهل السنة يركزوا على هذا الأمر، بل أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة، لماذا ندرس التوحيد هنا في الأصول 3، وكذلك في القواعد 4، وكذلك في كشف الشبهات وفي كتاب التوحيد، لأن هنا قلنا من يحارب من يعلم الناس التوحيد، وقالوا التوحيد عرفنا. القسم الرابع الأصول 3 أسئلة القبر. القسم الخامس الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بالتوحيد. مفهوم؟ نعم، هذا ملخص في الأصول 3. من يعيد لي هذا الكلام؟ كل ما قلت. قال ما قلت لمحدث قط أعد عليه. مرة واحد يحفظ كل شيء. نعم، السؤال الأول هو أخذنا أنه قبل الدراسة، أي دراسة هذا المتن المبارك، نسأل أسئلة 5. وما السبب؟ السبب أن هناك من يأتي وينبس على الطلاب. تظن أنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد نفاق، وزمننا اليوم لا نفاق؟ حذيفة رضي الله عنه قال إن المنافقين الذين في زمننا الآن، هذا يقول حذيفة رضي الله عنه في آخر عهد الصحابة، يقول أن المنافقين الآن أشد من المنافقين الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف ذاك؟ قال أولئك الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم أخفوا نفاقهم، وأهل النفاق في هذه الأيام أظهروا نفاقهم. صحيح،
فلا تظن أنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد نفاق وزمن اليوم يوجد نفاق وزمن اليوم لا يوجد النفاق اليوم أكثر. فلا بد أن تحذر. السؤال الأول هو لماذا ندرس التوحيد؟ السؤال الثاني لماذا نختار اخترنا دراسة هذا المتن أي متن الأصول الثلاثة؟ الثالث السؤال الثالث هو فهرس الكتاب. السؤال الخامس فهرس الكتاب. الرابع السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ أسئلة القلب. والسؤال الرابع الثمرة الإجابة عن أسئلة القلب. الخامس فهرسة الأصول الثلاثة. فتح الله عليك. لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ حق الله العبيد أوجب الواجبات وأول الواجبات دعوة الأنبياء ورسل وكذلك أتباع الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام من بعدهم. لا يدخل الجنة إلا موحد. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد. استقرار الأمن الهداية الطمأنينة حلاوة الإيمان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حاجة للتوحيد أكثر من حاجة للطعام والشراب. فتح الله عليك. لماذا اخترنا دراسة هذا المتن أي متن الأصول الثلاثة؟ لماذا؟ نعم نصيحة العلماء. نصيحة العلماء. وسيأتي معنا أن كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وضع الله لها القبول في الأرض. حرص في هذه المؤلفات ألا يذكر مسألة إلا مقرونة بالدليل معاصر يرد على الشبه التي يأتي بها مشركي زماننا. كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب واضحة سهلة. نعم يجمع المسائل في أول كتب ثم بعد هذا يفصل يدعو للطالب كذا وكذا يأتي معنا. فتح الله عليه. السؤال الثالث أخوان. نعم يا أخي. أسئلة القلب. ما هو السؤال؟ ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ لأن بعض الطلاب هو لا يدري شيء عن الكتاب. فالأصول الثلاثة حتى لا تنساها بإذن الله هي باختصار أسئلة القبر. تسأل في القبر عن ماذا؟ من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ طيب فتح الله عليك. السؤال الرابع. نعم أنت الشيخ تفضل. ما هي الثمرة التي نجنيها من دراستنا لهذا المتن المبارك؟ إذا تعلم ثم عمل ثم دعا ثم صبر أولا العلم وثانيا العمل وثالثا الدعوة بإذن الله يجيب عن أسئلة القبر. تكفي ثمرة وزيادة. نعم. السؤال الخامس. نعم أخي. نعم هي المسائل الأربعة فهرس الكتاب. قال أريد أن تفهرس لي هذا المتن لأنه قد يحضر معنا الطالب درس واحد ثم يترك الدراسة حتى يعرف محتوى هذا المتن. المتن هذا لو قال لك قائل أريد أن تفهرس لي هذا المتن تقول أقسم هذا المتن إلى خمسة أقسام. قسم الأول المسائل الأربع وهذا هو درس اليوم إن شاء الله تعالى. المسائل الأربع جمعت في سورة العصر علم وعمل ودعوة وصبر. القسم الثاني المسائل الثلاثة وقلنا لابد أن تفرق بين الأصول الثلاثة والمسائل الثلاثة. الأصول الثلاثة أسئلة القبر. المسائل الثلاثة تأتينا إن شاء الله تعالى ونلخصها بإذن الله. القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ هذا مهم. وذكر الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى هذا هنا في الأصول الثلاثة وكذلك في القواعد وفي كشف الشبهات وفي كتاب التوحيد. نعم. القسم الرابع
الثلاثة. شرح الأصول الثلاثة، هذه من عادته أن أجمع المسائل ثم بعد هذه أفصل. قسم الخامس خاتمة. ختم الله لنا ولكم بالتوفيق. تفضل. طيب، من يقرأ لي مقدمة الأصول الثلاثة؟ سبحان الله، الله أعلم، لا درس إذا ما تحفظ. أي ما شاء الله، هكذا جاي. طيب، بسم الله. أنت؟ أنا؟ لا، هذا الأمام. أنا؟ بسم قال المؤلف رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنك تستفتح أولا صح. يكون أحسن. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاث، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، المؤلف رحمه الله بدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا يبدأ العلماء، أي علماء أهل السنة رحمهم الله، بالبسملة؟ يبدأ العلماء بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، واقتداء بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، واقتداء بعلماء السلف، وتيمنا وتبركا للبدء بسم الله، لأن كل شيء يذكر على اسم الله تحل فيه البركة، وعملا بحديث أو استئناسا بحديث، وإن كان بعض العلماء يضعف هذا الحديث، كل أمر ذيبا. إذن سبب البدء بالبسملة كم سبب؟ والله أعلم، خمسة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم نحن نعرف أن الطالب هو الذي يدعو للشيخ، لكن هنا الشيخ هو الذي يدعو للطالب. لماذا يدعو الشيخ للطالب؟ في كم موضع دعا المؤلف رحمه الله تعالى للطالب؟ في الأصول الثلاثة في مواضع ثلاثة، في القواعد الأربع في موضعين. لماذا يدعو المؤلف للطالب؟ يدعو المؤلف رحمه الله تعالى للطالب، وهذا فيه أن المؤلف يرغب أن كل خير يلحق بالطالب والقارئ، وهذا يعني من شفقة المؤلف. طيب، فماذا تصنع؟ من صنع عليكم معروفا فكافئوه. أقل ما يكون عندما يقرأ هذا يقول قال المؤلف رحمه الله. طيب، قال اعلم رحمك الله. اعلم رحمك الله، بدأ المؤلف هنا بالقسم الأول على ما قسمنا المسائل الأربع. تميزت كتب المؤلف رحمه الله تعالى بأمور ذكرنا منها أشياء، ومنها هنا أنه يجمع المسائل، يقول مسائل أربع، مسائل ثلاثة، قواعد أربع. لماذا يذكر هذه الأعداد؟ هذا فيه اقتداء المؤلف رحمه الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات، العشر المبشرين بالجنة، خمس من الفطرة. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم العدد، حتى إذا خرج الصحابة رضي الله عليهم من عند النبي عليه الصلاة والسلام استطاعوا أن يستحضروا هذه الأمور، يقولوا أخذنا اليوم أمور خمسة من الفطرة. قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، هي كذا وكذا 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 وكذا، مفهوم؟ هذا من حسن التعليم. طيب، قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. نعم. الأولى العلم. الأولى العلم، قال العلم هو معرفة الله ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام، معرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه الثلاثة هي الأصول الثلاثة، لم يشرحها، وهذه من عادتي في التأليف أن يجمع المسائل ثم بعد هذا يشرح، وهذا من أحسن ما يكون في التأليف، حتى تضبط المسائل، تلخص أولا ثم بعد هذا تشرح. نعم. ثانيا العمل به. العمل به، يتعلم أولا ثم يعمل ثانيا. فمن تعلم العلم ينادي العمل، هتف العلم بالعمل، يعني العلم ينادي العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم دائما
ينادي العمل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أول من تسعر بهم النار، نسأل الله السلامة والعافية، ثلاثة منهم: عالم تعلم العلم ولم يعمل به، وعالم بعلمه لم يعمل، معذب نسأل الله السلامة والعافية من قبل عباد الوثن. إذن العلم ينادي العمل، فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن تتعلم أولا، وبعد هذا تستعين بالله سبحانه وتعالى على العمل. غير المغضوب عليهم، الذين غضب الله عليهم علم ولا عمل، والضالين عمل بلا علم، وأهل السنة علم وعمل، نسأل الله يجعلنا منهم. طيب، ثالثا الدعوة إليه. الدعوة إليه، كان يقول لك المؤلف رحمه الله: تتعلم أولا ثم تعمل ثم تدعو إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا بد، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني. فإن كنت من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام حقا، تتعلم أولا ثم تعمل ثم تدعو إلى هذا، الدعوة إليه، لأن هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أتباع النبي عليه الصلاة والسلام من بعد. نحن الآن نتعلم وصول ثلاثة، إذا تعلمت تستعين بالله العمل، ثم بعد هذا تدعو وتعلم الناس هذا المثل المبارك، تعلم الناس التوحيد، تفتي لا فتوى عند كبار العلماء، تعلم الناس ما هو معلوم من الدين بالضرورة وموقن منه 100%، هذا تدعو إليه. طيب، لكن على ما سيأتي معنا أن شروط الدعوة خمسة: العلم الشرعي قبل هذا الإخلاص، معرفة حال المدعو، والحكمة، والصبر. إذا للدعوة شروط خمسة: الإخلاص، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إخلاص. الثاني علم شرعي على بصيرة، الحكمة، أدعو على سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومعرفة حال المدعو إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، والصبر سورة العصر. ثم قال الرابع: الصبر على الأذى فيه، تصبر على ما كان. المؤلف يقول لك تصبر أولا على العلم، وتقدم معنا في آداب طالب العلم في نفسه يصبر، وأبيت سهران وتبيت منعما وتريد بعد ذلك لحاقي، لا تصبر، اصبر على جفوة معلم فإن العلم في زفراته، تصبر أولا على العلم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قالوا: بشر الصابرين. إذن يصبر أولا على العلم، ثم يصبر على العمل، ثم يصبر على الدعوة، لأن هذه الطريق طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، عندما دعوا إلى الله حصل لهم ما حصل من الأذية لحكمة أرادها الله، وصبروا. إذن لابد أن تصبر، ولابد أن يلحق الداعي لله شيء من الأذى، مفهوم؟ الصبر يقسم العلماء الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤدى، كالصبر على الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وصبر عن معصية الله حتى تجتنب، كالصبر عن المحرمات، والثالث الصبر على أقدار الله، ما يقدر الله سبحانه وتعالى عليه من مرض وفقر مثلا. إذن أراد المؤلف بالصبر الصبر على العلم، ثم على العمل، ثم على الدعوة. وأقسام الصبر قلنا ثلاثة: على طاعة الله حتى تؤدى، وعن معصية الله حتى تجتنب، وعلى أقدار الله. ثم قال: والدليل قوله. والدليل هذا من أحسن ما يكون في مؤلفات الشيخ رحمه الله، لا يذكر مسألة إلا مقرونة بالدليل. لماذا؟
يريد أن يعلم الطالب الاتباع للتقليد، ويريد أن يهيئ الطالب بأن يكون يوم من الأيام عالم يستنبط الأحكام من أدلتها على أسس سليمة، ويريد أن يعلم الطالب حجة يستطيع بها أن يرد على المخالف. فإذا أردت أن ترد على المخالف ماذا تصنع؟ تقول قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال الشيخ الإسلام، لا، تقول قال الله، قال رسول عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ هذا من أحسن ما يكون في مؤلفات الشيخ، بل أن المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد لم يذكر شيء من كلامه. كتاب التوحيد فيه أدلة من كتاب وسنة، والدليل سورة العصر، أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لنا أن نقسم إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان فهو خاسر، واستثنى من الخاسرين الذين آمنوا علم وعملوا الصالحات عمل، وتواصوا بالحق دعوة، وتواصوا بالصبر صبر. لو تسأل أي إنسان على وجه الأرض مسلم أو كافر، تسأله تقول هل تريد الربح أم الخسارة، ماذا يقول؟ لا بد يقول أريد الربح حتى لو كان كافر. طيب، من أراد الربح ماذا يصنع؟ يدخل في دين الله، تعلم ويعمل ويدعو ويصبر، وغير هذا خاسر. ولهذا قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله، هل معنى هذا الكلام من الشافعي رحمه الله أنه يقول أنه لا نريد نزول شيء من القرآن إلى سورة العصر؟ لا، أراد الشافعي رحمه الله أن يبين للناس أن الحجة قامت على الناس بهذه السورة، وأكثر الناس يعرفوا هذه السورة، فالحجة قامت على الخلق بهذه السورة فضلا عن غيرها من السور. إن الإنسان لفي خسر. ثم بعد هذا ذكر قول الإمام البخاري رحمه الله، فقال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل إذن على هذا سار السلف في مؤلفاتهم لا يذكر مسألة إلا مقرونة بالدليل، فاعلم أولا ثم بعد هذا تستغفر. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وبهذا تمت المسائل الأربع لله الحمد. من يذكر لي ماذا أخذنا في هذه الدقائق؟ إخواننا، البعض قد يقول يعني هذه الدروس سهلة، وكيف يعني تشرح الأصول الثلاثة في يومين مثلا؟ هل المؤلف رحمه الله أراد أن نشرح هذه الأصول الثلاثة في سنة؟ لا. ثم طريقة العلماء أنهم